أدى البحرينيون شعيرة صلاة العيد في المصليات والجوامع تأسيا بالسنة المطهرة الشريفة. نعم، وقد دعا المصلون الله عز وجل أن يفيض عليهم من رحمته في هذا اليوم المبارك، وأن يتقبل منهم طاعتهم وعبادتهم. تكبيرا لله وتعظيما لشأنه سبحانه، ومع نسمات الصبح الأولى في أول رمح ترتفع قدره الشمس، ومع صلوات الطيور تنطلق إلى الفضاء الرحب، بدأت البحرين عيدها بأداء شعيرة صلاة العيد، مشاركة جموع المسلمين فرحتهم بما هداهم للإسلام، وتحقيقا للتكامل العقدي مع الحجيج وهم في مناسكهم. يؤدون الركن الأكبر من أركان الإسلام الذي يجمع أكثر من 2 مليون مسلم من أنحاء العالم على صعيد واحد، يلبون ويكبرون ويهللون ويحمدون. أي شعب يذكرك عبد الله وأنت تستشعر أن هذه الآيات المعظمة المفخرة متصلة بالله عز وجل مرتبطة به في آدابها وغاياتها؟ إن يومكم هذا ليأتي كل عام ليجدد معاني العبودية في نفس المسلم ويرسخ معاني القيام في قلبه. اصطف المصلون جنبا بجنب محاذين بين المناكب والأقدام، وقد تقاربت الأكتاف في انصياع وخضوع، ركوعا وسجودا، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالخير والبركات، وأن يفيض عليهم من بركاته، وأن يمنحهم من نفحاته الطيبات، راجين أن ينالهم ما نال الحجاج من واسع رحماته. أحمد الله على هذا الدين العظيم واشكروه بهذا العيد السعيد، فعيدنا شكر لله على عطاياه، عيدنا توحيد خالص وعبادة وعقيدة لله رب العالمين. تترى الأعياد تبجيلا وتعظيما، تتلو عبادات جسيمة صوما وحجا، لتبقى الصلة بالخالق في حالة الفرح كما هي في حالة الزهد والعبادة، وما يكون الاحتفال إلا حسن الظن بالوهاب وعلامة من علامات القبول. محمد بعيدة، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.